22 سنة خبرة في مجال الأمراض الجلدية والليزر كانوا كافيين تماماً إني أختار جهاز بودي ليزر الأمريكي. اخترته ليه؟ علشان الأمان. 2 سيستم تبريد، لأن الجهاز فيه أليكس وإندياج. الأليكس والإندياج الاثنين بيغطوا كل أنواع البشرة ولونها، كمان بيغطوا الشعر بالتخانة بتاعته سواء رفيع أو تخين، سواء لونه فاتح أو غامق. الجهاز FDA Approved أمريكي الصنع، وبالتالي دي حاجة أمان جدا وحاجة تخليني أطمن للجهاز ده. فعالية الجهاز وسرعته، أكبر سبوت سايز 20 مليمتر، وكمان الهيرت بتاعه سريع قوي، بقدر أضرب لغاية 10 نبضات في الثانية، وبالتالي ممكن أغطي الجسم كاملا في أقل من 25 دقيقة. جهاز بودي ليزر الأمريكي منتهى الأمان ومنتهى الفعالية. دكتور عمرو قرد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.